السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. بكلمكم اليوم عن الشيل سكريبتنج وكيف نسوي تكرار. طبعا احنا سوينا تكرار بالدرس اللي راح وعرفنا كيف نسوي تكرار. الدرس اللي راح تكرار اللي سويناه وشو تذكره؟ نعم انت تذكر الدرس اللي راح وش كان؟ اذا كنت تذكر الدرس اللي راح وش كان اكتب تحت بالتعليقات انك تذكره، اوكي؟ اذا ما تذكره نروح انا وياكم بعض نسوي فحص على الزهايمر لاني ما اذكره، بس اني شفت الدرس اللي راح تذكرت كنت مسوي. اوكي، مع انه كان قبل يومين. طيب خلونا نسوي ملف شيل جديد نانو، وبسويه مثلا فور. اليوم بتعلم كيف نسوي شو اسمه، كيف ننفذ كوماند اللي هو امر. طبعا احنا ممكن نسوي لوب خلال اوامر معينه ننفذهم بالترتيب، صدق؟ نعم. اوكي، راح نكتب بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي بن باش. تبي تكتب انت بكاتب انت حر، لكن لازم تكتبها، علمتك قبل ليش. طيب نجي احنا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم فور، نبي نحط كابيتال كل عشان نميز ان، ثم نجي نحط اللي هنا الاوامر حابين ننفذها. اوكي، راح ننفذ ديت بي دبليو دي مثلا هو ام اي، يكفي صح؟ اوكي، ثم نجي هنا الحين نقول بسم الله نبدا نزبط الموضوع. طبعا حتى اوضح لك الفكره، دو هنسوي ايكو كوماند از، ثم نحط هنا الكوماند اللي نبي. طبعا هنا بس مجرد عرض اسم الكوماند، زين. ثم نجي هنا نقول خلينا نسوي ايكو هنا فاضيه، ثم نقول خلينا نقول ايكو لا وش ايكو حلو ذي، نبي نسوي تنفيذ الامر كوماند، ثم نسوي ايكو ثانيه، ثم نسوي دم. راح اسوي هنا راح اكتب اسم الكوماند، راح يقول لك هنا كوماند از، ثم يقول لك هنا ديت، ثم ينفذ لك هنا الامر. يعني هنا بيستعرض اسمه فقط لكن ما راح ينفذه، راح ينفذه تحت هنا. اوكي اوكي، نحفظ، نعطيه امر تشغيل فور كوماند، ثم نقول بسم الله فور كوماند. نشغل، لاحظ انه قال لك كوماند از ديت، ثم نفذ لك ديت، كوماند از بي دبليو دي، ثم نفذ لك البي دبليو دي، ثم كوماند از هو ام اي، ثم نفذ لك هو ام اي. جميل جميل. طيب رن رن. اوكي، ممكن تزيد الموضوع هذا الى ما لا نهايه اعتقد. تاكد لي الموضوع ذا لاني كاني قرات في وقت سابق انه ثلاث في شيء علاقه بثلاث متغيرات، ولكني جربت اشتغل مع اكثر من ثلاث. طيب خلنا نكتب شغله ثانيه هنا، نكتب مثلا لا ما نسوي ليست، راح نكتب شغله جميله جدا زي دي اف. اوكي، ثم نجي هنا واذا حابين نجبرق الموضوع مثلا ايكو زياده، ثم نجي هنا بسوي اف فوق اف زين كوماند ايكوالز دي اف. حلو دي دي اف، راح نقول then by echo listing your disks مثلا، ثم نجي هنا ننفذ دي اف ماشي، ثم نقول echo. لاحظ انه هنا نفذنا الامر زي ما قلت لكم، ممكن تصيده باي لحظه، لكن التنفيذ الصحيح ترى فوق مو تحت. كوماند از اوكي، هذا التنفيذ حقنا. اوكي، يو ديسكس امن اعطانا اللي هو، طبعا ليش سويت لك الشغله دي؟ بس عشان تحدد المنطقه ذي. طبعا انت ممكن تسوي ايلز علشان انه ما يستعرض دي اف مره ثانيه. اوكي، فممكن اجي هنا واقول نانو اف، بعدين بدل ما اسوي فاي اقول ايلز. اوكي، ثم بنهايه الحديث هنا اسوي فاي. هذا ايش راح يسوي؟ ما راح يكرر الدي اف مرتين، راح يصيده مره واحده بس. لاحظ انه حاط لك ديت، ثم قال لك بي دبليو دي، ثم قال لك هو ام اي، ثم لما نوصل الدي اف قال لك هذا هو الديسكات اللي عندك. طبعا هو مو بس الديسكات، اعتقد انه كل شيء زي ما انت شايف، كل شيء موصل عندك اعطاك استعراض له. نشوفكم ان شاء الله الدرس القادم. تعلمنا اليوم كيف نسوي تنفيذ السلسله من الاوامر ورا بعض، وكيف نقدر نصطاد واحد منهم ونقول هذا هو. يلا مع السلامه.